مبروك مبروك. اسمع لسه في شغلات حلوة، ومثل ما عودناكم مفاجآت الحلم ما لها حدود. شهر رمضان الكريم قرب، شهر الخير، شهر الكرم، بالتأكيد شهر العيلة واللمة، كل الناس تقعد مع بعضها. مشان هيك الحلم بشهر رمضان رح يعطيكم عيدية. سحب الحلم $500,000، $500,000 بالحلم بشهر رمضان لعائلة واحدة، يعني إذا ربحت رح تربحوا كلكم $500,000، كل دولار ينطح شقيقه الدولار إلكم ولعائلاتكم للناس اللي بتحبوها، وأحلامكم إن شاء الله ما بتضيع مثل الحلم اللي فاز قبل شوي. شاركوا هلأ لأنه ممكن تتغير حياتكم برسالة. تابع مع راضية صلاح. نعم للحلم، ربحت $1,000,000. مشاعر مسابقة الحلم رح تغير حلمك انت وانت وانتو. مشاعر هي ذكريات عشناها هنا في استوديو صدى الملاعب، تقاسمنا فيها المشاعر، الفرحة والدموع مع كل من فاز. حلم احتضن الجميع وفتح الباب لتحقيق الأمنيات على أرض الواقع. هند علي ربت منزل من دبي، عندك ولدين وحلمك تشتري بيت، والف مبروك عليكي $1,000,000. احنا كرامة وانتم بتستاهلوا. MBC والأحلام واقع عشناه في يوم من الأيام. الفائزون في الحلم من كل مكان. نحن الآن مع الحلم، نحن مع الشيء اللي ممكن يغير حياتك. الكويت 965 الكويت، مغرب، السعودية 2010 مصر. رابحو الحلم لم يتخلوا عن حلمهم، ولا زالت القلوب تخفق في انتظار الإعلان عن سعيد حظ جديد. ما هو جديد من زمان، حنا معك ونعرفك، تعرفنا أنت يا رمضان بالقلب دايم منزلك. رمضان على الأبواب، نعم هي صور لعائلة، نعم وكما عودناكم هي مفاجأة جديدة. الشهر الفضيل يقترب، شهر الخير والكرم، شهر اللمة، ولأن اللمة سر السعادة، فإن الحلم في رمضان سيكون غير مع MBC التي ستقدم حلما بقيمة $500,000 لمن؟ لعائلة سعيدة، ولا بأس أن تزيد سعادتها أضعافا. أنت الوحيد اللي قدرت. الحلم هون بكل شارع، بكل مدينة، ولكل واحد. الحلم هالسنة هو الأكبر على الإطلاق، $3,000,000. والحلم برسالة غير حياتك. نعم $500,000 أمريكي لك ولعائلتك، لا تضيع الفرصة، شارك الآن واصنع سعادتك وسعادة من تحب. ورمضان يجمعنا. راضية صلاح، صدى الملاعب. الله انبسطت بعبد الإله عبد الله المطوع، يعني عامل سيكوريتي ما شاء الله عليه، فاز بحصة من $3,000,000، بيستاهل. وأنتوا إن شاء الله مثل ما قالت راضي، نحن عنا في رمضان نصف